حضوري طبعا لهذه الندوة هو دعم لمحاربة ما نسميه العنف ضد النساء، لكن ملي كنقولوا العنف ولربما جوهري في هذا الحضور ديالي وهو للتأكيد على شيء أساسي وجوهري. المسألة ليست فقط قانونية وليست مسألة اقتصادية ولا تجارية، هي مسألة عقليات التي تكون وراء هذا العنف. أوضح كلامي، الذي يكون وراء بناء القانون، الذي يكون وراء بناء المؤسسات الحكومية، هم أناس أنشأتهم هذه المؤسسة الأسرية وأنشأتها هذه العقليات، وبالتالي الاشتغال على العقليات هو جوهر القضاء، أو ليس أقول القضاء ولكن التقليص من العنف. كيف يمكن الآن عمليا أن نقضي على هذا التصور وأن نصحح هذه العقليات انطلاقا من واقع الحال الذي نعيشه اليوم، وهو جيل اليوم لم يعد جيل قارئ، لم يعد جيل له مسافة زمنية لأخذ الكتاب وبناء عقل قادر على أن يفهم ويحلل ويناقش حتى يصل إلى دراسة النقد الذاتي وفهم ما هي المكونات التي بناها أو بنتها هذه التربية داخل ذاته كإنسان يمكن أن يكون عنيفا. ومن ضمن الأشياء التي أحيي عليها هذه الندوة هو فهمها لهذه المسألة، وهو كون أن أجمل وسيلة للاشتغال على العقليات هو المجال الفني. فكلما كانت هناك فيديوهات، كلما كان هناك دي كابسول، كلما كانت مسلسلات أو أفلام تشتغل على هذه البنية، بنية الإنسان غير العنيف، بنية الإنسان الذي يستطيع التحاور والتواصل، بنية الإنسان الذي يؤمن بأن المرأة تساويه في إنسانيته، ربما آنذاك يمكن أن نقلل من ظاهرة العنف في المجتمع المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.